كنوز مهمة من سورة البقرة، أطول سورة في القرآن وأول سورة بعد فاتحة الكتاب. الحقيقة أخي الحبيب، هذه السورة عجيبة جدا. السورة بدأت بحروف عجيبة أيضا، ألف لام ميم. السورة تزيل الشك والريبة وتؤكد أن هذا القرآن كلام الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين. فإذا أردت أن تتخلص من الوساوس والشكوك في حياتك، وإذا كنت ضالا، إذا كنت حائرا، إذا كنت محتار ماذا تفعل، إذا كنت لا تهتدي، هذه السورة فيها هدى، ولكن لمن؟ ليس لكل الناس، لفئة من الناس، للمتقين. عندما تخاف الله عز وجل وترجو الله وترجو لقاء الله، فإن هذه السورة ستكون هدى لك، تهديك في ظلمات هذا العصر. اليوم كثرت الهموم أيها الأحبة، ولا ندري لماذا. بيوتنا مليئة بالمشاكل، مشاكل مع الأسرة، مع الأولاد، مع الأهل، حتى مع الجيران، مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع. هناك سبب مهم أخي الحبيب، الإعلام يغفل عنه، بل يعتبرون أن من يفكر بهذه الطريقة متخلف. الشيطان. انظروا اليوم إلى نشرات الأخبار، الإعلام العالمي، وسائل التواصل، تخلو تماما من أي ذكر للسبب الحقيقي وراء همومك، وهو الشيطان. يبحثون في كل الأسباب المحتملة إلا السبب الرئيسي وهو الشيطان. طيب أنا كيف أطرد الشيطان من بيتي؟ استمع معي إلى هذا الحديث العجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لأن المقابر عادة تكون فارغة إلا من الموتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لك: لا تفرغ بيتك من كلام الله، فإن الشيطان يفر، يهرب، يولي من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشيطان إذا هرب، هربت معه المشاكل، لأن الشيطان هو سبب المشاكل، وهو سبب أول مشكلة في تاريخ البشرية، عندما وسوس لسيدنا آدم وأغواه فخالف أمر الله، وعصى آدم ربه فغوى. واليوم هذا الشيطان يكرر نفس الغواية، يريد أن يغويك أخي الحبيب، يكرهك بأهل بيتك، يكرهك بالناس، يثير العداوة والبغضاء والشحناء بينك وبين الآخرين، فتجد أن المشاكل لا تكاد تنتهي. إذن الحل الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ سورة البقرة. واليوم من فضل الله سبحانه وتعالى هناك تيسير كبير من خلال أجهزة التسجيل والموبايل وغير ذلك، واللابتوبات والشاشات وغير ذلك، تستطيع أن تستمع لسورة البقرة وتكررها ليلا نهارا. ضعها في بيتك واجعل صوت القرآن هو الذي يخيم على بيتك. الفائدة الأولى أنك تطرد الشيطان، والفائدة الثانية أنك تتدبر. والإنسان المؤمن إذا سمع حرفا من القرآن له به حسنة، والحسنات بعشر أمثالها. يعني الثواب ليس فقط لمن يقرأ، بل لمن يستمع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ فقط، بل كان يستمع للقرآن، وكان يحب أن يسمعه من غيره من الصحابة، والنبي سمعه من سيدنا جبريل. لذلك الاستماع للقرآن مهم جدا. إذن الكنز الأول الذي يجب أن تتذكره وأنت تستمع لسورة البقرة، أن هذه السورة تطرد الشيطان من بيتك وتطرد معه المشاكل والهموم. هذه السورة تحفظك من الشر، هذا هو السر الثاني. طب لماذا تحفظني من الشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يقول فيه: لكل شيء سنام. يعني الجمل أعلى ما فيه هذا السنام، وهو العمود الفقري، وهو أساس الجمل وأساس قوة الجمل وتحمل الجمل وصبر الجمل. وسنام القرآن سورة البقرة. فإذا سورة البقرة يعني هي أساس وعمود القرآن الكريم، لما فيها من أحكام، وفيها آيات عظيمة جدا، وفيها حكم وعبر، وفيها آيات للحفظ. يعني فيها مثلا هذه الكلمات الرائعة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه تحفظك من شر أي شيء يريد أن يؤذيك، إنسان أو كائن أو أي شيء. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه السورة تحفظك من السحر أيضا، وهذه نتيجة منطقية لهروب الشيطان، لأن فيها آية فيها قصة الملكين وكيف أنهما كان يعلمان الناس السحر إلى آخره، فتنة عظيمة حدثت، حدثنا عنها القرآن. وهنا نص كريم، كلمات
قليلة جدا ولكن مفعولها كبير ضد السحر إذا كررتها 7 مرات. وما هم، القرآن طبعا يتحدث عن السحر، ثم يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يقصد السحر. إذا أنت عندما تشك أن إنسان يحسدك، إنسان يسحرك، إنسان يكيد لك المكائد، بكل بساطة اقرأ هذه الكلمات من سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السر التالي أنها تكفيك الهموم والمشاكل والأحزان والآلام. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه. هاتان الآيتان، الآية 285 و286، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية الأخيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هاتان الآيتان تكفيانك كل ما يهمك. فإذا تكفيك الهموم، تكفيك الشرور. هذه السورة أيضا من أسرارها أنها سورة الحفظ، تحفظك من شر لا تعلمه. لماذا؟ هي أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية من القرآن، آية الدين صفحة كاملة، وفيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، الآية رقم 255. إذن بما أن الله وضع فيها أعظم آية في القرآن، إذن هذا لحكمة. فعندما تقرأ آية الكرسي مثلا مساء، لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح يوم الثاني، وإذا قرأتها صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. فهذا أمر يجب أيضا أن ننتبه له. السر التالي أن هذه السورة تحضرها الملائكة. هناك أحد الصحابة الكرام كان يقرأ سورة البقرة، ولاحظ أن فرسه قد جالت وهاجت وخشي منها، فتوقف عن القراءة ونظر إلى السماء، فإذا بغمامة، غيمة يعني، كأن فيها مصابيح معلقة. فجاء في اليوم الثاني يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنها الملائكة حضرت لتسمع صوتك، تسمع سورة البقرة. سبحان الله. إذن هذه الملائكة دنت لصوتك، النبي يقول ذلك: ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. الملائكة إذن تحضر سورة البقرة لثقلها وأهميتها. فأنا عندما أضع سورة البقرة في بيتي وبخاصة في الليل، أعلم أن هناك ملائكة تأتي لتستمع هذا الذكر. القضية الثانية، الكنز التالي: هذه السورة تدافع عنك في القبر ويوم القيامة. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا الزهروين، يعني البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. يوم القيامة تعلمون الحر والعرق الذي يغرق الناس به، والكرب الشديد، الفزع الأكبر. تجد أن سورة البقرة وطبعا سورة آل عمران كأنهما غيمتان. سورة البقرة تظلك وتدافع عنك، تحاجج عنك. لذلك هذا من أسرار سورة البقرة. الكنز الأخير أخي الحبيب، أن سورة البقرة فيها بركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. إذن هذه السورة عندما تستمع إليها وتقرأها، فكأنما وضعت بينك وبين السحر حاجزا قويا منيعا، لا يستطيع السحر أن يخترق هذا الحاجز أو الحجاب الذي وضع بينك وبين السحر ببركة سورة البقرة. لذلك أخي الحبيب، احرص على الاستماع دائما لهذه السورة ولن تندم، ليس فيها خسارة. ولاحظ الفرق، يعني إذا كنت لا تستمع لهذه السورة، حاول أن تستمع إلى سورة البقرة منذ هذه اللحظة، وبعد عدة أيام لاحظ الفرق ما قبل وما بعد. ستجد نوع غريب من الطمأنينة والسكينة والأمان تشعر به في بيتك. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السورة الكريمة حجة لنا يوم القيامة، وأن يجعلها يعني يشفعنا بالقرآن، أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم لقائه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.